هذا جبل قارة في منطقة الإحساء، المنطقة الشرقية شرق المملكة العربية السعودية، تسمى بمنطقة الإحساء لأنها غنية بالمياه كانت وما زالت ولله الحمد. ويقال والله أعلم من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه على هذه المنطقة أنها لم يأتها يعني قحط وجدب ومجاعة، وتسمى الإحساء سبب التسمية لأن هذه المنطقة كان الناس يحتسوا منها الماء،